ودلوقت نتكلم عن محضر جلسة 18 يوليو 1907. انعقدت اللجنة الإدارية للنادي الأهلي للألعاب الرياضية في الساعة 6 بعد ظهر يوم 18 يوليو 1907 بمنزل عطوفة إدريس راغب بيه، وتحت رئاسته وبعضوية صاحب السعادة إسماعيل سري باشا وصاحبي العزة عبد الخالق ثروت بيك وعمر لطفي بيك، وبحضور حضرة محمد أفندي شريف سكرتيرا لها. إحنا بنسمع صاحب العزة وبنسمع صاحب السعادة وسمعنا صاحب العطوف، وقلنا قبل كده إن صاحب العزة بتطلق على البكوات وصاحب السعادة تطلق على البشوات. صاحب العطوفة بتطلق على المسؤولين الكبار أو أي حد مسند له وظيفة كبيرة في الدولة، عشان كده بنقول صاحب العطوفة إدريس راغب بيك، وقلنا أنها انعقدت بمنزله تحت رئاسته وبعضويته إلى آخره، وقررت أن يتفق سعادة إسماعيل سري باشا مع المقاول على الرسم والشروط التي عرضها سعادته على اللجنة، واعتمدت مبلغ 2250 جنيه مصري، وأن يرسل العقد والشروط والمقايسة مع الرسم إلى عزتله عمر لطفي بيك، وألا يوقع عزتله عمر لطفي بيك على العقد إلا بعد أن يدفع كل الأعضاء أول جنيه واجب دفعه بمقتضى العقد الأساسي للشركة، ويكون توقيع عزت لعمر لطفي بيك عن نسختين من عقد المقاول، يحفظ السكرتير إحداهما والأخرى تسلم للمقاول. وقررت أن تكون أول دفعة له 500 جنيه مصري تستحق في 15 أكتوبر 1907، وتاني دفعة 500 جنيه مصري تدفع في 15 ديسمبر 1907، وقررت أن يدفع القسط الثالث اللي هو من أقساط الاكتتاب في الأسهم في شهر نوفمبر 1908، وقدره جنيه مصري عن كل حصة مكتتب فيها. وقررت أن يكون سعادة ناظر المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي، وقلنا أن ناظر معناها وزير، يعني هنا في قرار بأن يكون سعادة وزير المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي. وكلفت السكرتير بطبع 1000 نسخة من عقد الشركة باللغتين العربية والفرنسوية بعد أن تناقشت الأعضاء في ترجمة العقد مع عزتله عبد الخالق ثروت بيك وقررتها أخيراً. وكلفت السكرتير بطبع طلب الاكتتاب في حصص النادي وطبع الإيصالات. وكلفت عزت لعمر بيك أن يسجل عقد الشركة مع محضر اجتماع 13 يونيو 1907 الخاص بالتوكيل عن شركة النادي، وأمرت السكرتير ألا يعين الجنيني الآن. أول ملحوظة في المحضر إن العمل على الأرض خلاص هيبدأ والاتفاق مع المقاول قرب ينتهي. الملحوظة الثانية إن الدفعات اللي هياخدها المقاول متواكبة مع تحصيل أقساط الاكتتاب، كل قسط جنيه عن كل سهم اشتراه المساهم، وده لتنظيم الإيرادات والمصروفات. الملحوظة الثالثة أن يكون سعادة ناظر المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي. في الوقت ده كان وزير المعارف سعد باشا زغلول في الفترة من 28 أكتوبر 1906 وحتى 21 فبراير 1910. يعني بحكم القرار ده لو انعقدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي وسعد باشا زغلول وزير للمعارف فحيكون رئيس لها، لكن لم تجتمع الجمعية العمومية للنادي الأهلي خلال الفترة دي. ليه؟ لأن عقد شركة تأسيس النادي نص على أن لجنة النادي الموقعة على عقد الشركة لها حق إدارة النادي لمدة 3 سنوات بتبدأ من يوم افتتاحه، يعني مش محتاجة جمعية عمومية.